البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحه والعافيه. نهار جديد وفيديو جديد كما كتشوفوا من المقادير باينه شنو غادي يكون. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على وصفه ديال بغيت ندير هكا واحد الكيك بلا كريم. هنايا غادي ندوز اول حاجه باش نصاوب لا جينواز. المهم هاد الكيك راه ما شريت له حتى حاجه، ما وجدت له حتى شي حاجه، يعني غادي نقضي زعما نصاوبو بالحوايج اللي عندي فقط في الدار. ديجا لا كريم عندي، لا ديكو غادي نشوفو شنو كاين تما باش نصاوبوه، الحشو هو كذلك غادي نشوفو شنو كاين. عندي واحد البلاكار خاص بهذا الشيء ندور فيه كاع الحاجه اللي لقيتها غادي طلاق غادي نستخدمها. المهم لا جينواز اللي غادي نستعملو اليوم غادي تكون فيها بالنسبه للمقادير 4 ديال البيضات. البيض خصو يكون ديما بحراره المطبخ، ما يكونش بارد، و الا كان عندكم في الثلاجه خرجوه واحد على الاقل واحد ساعه الا ربع هكاك قبل ما تخدموا به. بالنسبه للطحين وسنيده كيخصهم يكونوا نفس العبار. عندنا 152 غرام فيهم بجوج، 152 غرام ديال الدقيق و 152 غرام ديال السكر سنيده مشروكه بين سنيده والفاني. المهم انا هنايا درت عبرت الفاني هو الاول، درت جوج ديال الاكياس ديال الفاني فيهم 15 غرام وكملت الباقي بالسكر سنيده. المهم تحصلت في المجموع على 152 غرام وقبصه ديال الملح. هذا الشيء فقط اللي غادي نحتاجه، ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه. المهم كما قلت لكم هاد المقادير غادي نستعملوا لهم مول اللي يكون فيه 15 سنتيم في القطر ديالو، يعني مول اللي ماشي كبير 15 سنتيم فيه. هنايا راه ديجا دهنته بالزبده ولصقت فيه الورق ديال الزبده في القاعده وفي الجناب. هنايا طولت الجناب بزاف لان احتمال ان الجينواز طلع شويه اكثر من الجناب ديال المول باش ما تفاتش. هادشي اللي كاين. الفران بالنسبه للفران انا ما تيشعلش عندي التحت بوحدو والفوق بوحدو، كيشعلو بجوج في دقه. شعلتهم بجوج مع الفرفاره على درجه 150. الا كان كيشعل عندكم الفران من التحت بوحدو فغادي تشعلوه من التحت هو الاول حتى يعني طيب، وشعلو لها من الفوق باش تحمر. بالنسبه للوقيته ديال الطياب غادي تدي ساعه ديال المكانه، ساعه ما تحلوش الفران نهائيا حتى تدوز على الاقل 45 دقيقه، وحلوه قلبوها بواحد العويد الى لقيتوها طابت هي هذيك، ما لقيتوش كتزيدوا تكملوا لها ديك ربع ساعه اللي بقات. المهم غادي ندوزو باش نبداو الطريقه. غادي نبدا اول حاجه نطلعوا الابيض ديال البيض. هنا غادي نفرقوا البيض بوحدو والصفر بوحدو. غادي نجيب شي حاجه فاش ندير القشور ونرجع. ديما فاش تبغيو تفرقوا يعني الصفر ديال البيض على البياض ديما خدموا في واحد الزليفه هي الاولى، عاد زعما ردوه للاناء فاش غادي تطربوا، باش حتى الا كانت شي بيضه اللي خاسره ولا ما تضيع لكمش كاع البيض. المهم غادي نستمر هكا حتى نعزل كاع بياض البيض على الصفر. صافي هنايا ها حنا فرقنا البيض مع الصفر. غادي ندير رشيشه ديال الملحه وغادي نبدا في التطراب، يعني خصنا نضربوها مزيان هاد البيض ديال البيض حتى ترجع لنا واحد لا مورانغ اللي هي قاصحه وكيكون اللون ديالها لامع. المهم هي تاخذ شويه ديال الوقت بالطراب الهاقه الكهربائي، الا كانت عندكم العجانه طربوا بالعجانه هي شويه كتسربي. المهم غادي نبداو نطربوا وحنا كنزيدوا السكر بشويه بشويه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. Thank you.
ضحى بي لا صدق هاي قوية جبت عمري ضحي لخان بي عافني وجاز دلالي بلذي لا صدق هاي قوية. المهم هنا كما كتشوفوا راه تطربات مزيان لا مورينغ رجعت عندنا قاصحه. المهم باش تعرفوا ان لا مورينغ صافي يعني القوام ديالها هو هذاك. فاش كتهزوا تهزوها هكا كيدير هاد لو بيك دوازو ولا منقار العصفور كما كنسميو صافي. وراه اللون ديالها ما كيبانش مزيان حيت حتى الاناء ابيض راه كتكون لامعه مزيان صافي. دابا غادي ندوزو نزيدو عليها هاد البياض او دي الصفار ديال البيض. غادي نبداو نزيدو بحبه بحبه وحنا كنقربو. صافي هنايا راه تخلط مزيان الصفار اللي زدنا على لا مورينغ. غادي ندوزو دابا نزيدو الدقيق. غادي نغربلو عاد نزيدو على ثلاثة د المرات كما قلت أربعة ديال البيضات و 152 غرام ديال الدقيق و 152 غرام ما بين السكر فاني و سنيده. صافي الطريقه ديال لاجينواز كما كتعرفوا كاملين كنبقاو نحركوها من التحت للفوق بحركه دائريه هكا وديما هكا فاش تطلعوا هاد لاسباتول الفوق حاولوا تهكوا ترجفوها شي شويه باش الا كان شي طحين مازال ما تخلط يبان. غير بشويه عليها باش ما يطيحناش الخليط ديال البيض. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي. المهم البنات كما كتشوفوا راه خلطتها مزيان ما بقاش نهائيا الدقيق فيها. حاولوا انكم تخلطوا غير بشويه باش هذا الخليط ما يجراش. كما كتشوفوا راه عندي الخليط يعني واقف. دابا صافي غادي ندوز نديرو في المول باش ندخلو الفران. وهنا البنات هانتوما كما كتشوفوا غادي ناخذوا واحد المعلقه صغيره وغادي ندوزو نقادو لها الوجه ديالها نملسوه مزيان ومن بعد صافي غادي ندخلوها طيب. كما قلت لكم غادي نديرها على درجه حراره 150 حتى 160 ونخليها طيب لمده ساعه ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غادي تجي. المهم البنات هنايا راه عاد كملت ساعه. ها هو الفران كيعلمني غادي نحل ونشوف. هانتوما كي كتشوفوا غادي نخشي فيها هاد العويد باش نشوف. هانتوما راه خرج العود نقي راها طايبه ومحمره. دابا شنو غادي نديرو؟ ما غاديش غير نجيو نخرجوها هكا، غادي نردوها للفران ونطفيو
ونخليوها في الفران ونخليو الباب ديال الفران هكا محلول. علاش؟ باش ما يوقع لهاش يعني واحد لو شوك كي يقولوا شوك تيرميك مشات لي معرفتش كندير نقولها بالعربيه. المهم باش ماشي تخرج سخونه ونخرجوها النيشان البروديه غادي تهبط. غادي نخليوها هكا في الفران كما كتشوفوا راه مردود. غادي نخليوها 10 دقائق عاد نجيو نخرجوها منه ونحطوها على جنب حتى تبرد. هنا البنات من بعد ما دازت 10 دقائق باش خليتها في الفران هاني خرجتها. دابا غادي نحيدها من المول ونخليها تكمل يعني تكمل البروديه ديالها على برا. كيكون هذا هو الشكل ديالها هانتوما. يعني راها عاليه باش نديرو يعني باش نديرو 4 ديال الطبقات راها مزيانه. بالنسبه للكريمه ديال الحشوه البنات غادي نستعمل هذه ديال هلاله جبتها معايا من المغرب. طاحت لي فكره صراحه غادي نديرها هي. المهم غادي نطربها مزيان حتى تطلع وغادي نقسمها. غادي نخلي باش غادي ندير المونتاج من برا الفينيسيون من برا. وباش غادي نمونطي غادي نشارك معاها غادي ناخذ الكاطو ديال الاوريو غادي نحيد له داك لاكريم اللي تكون الوسط غادي نشاركو مع هاد لاكريم شونتيي اللي غادي ندير. وغادي ندير معاها النكهه ديال اختاريت هنايا عندي النكهه ديال النوغا. صافي هي باش غادي نعمر الكاطو من الداخل. المهم كما قلت لكم راه غادي نشوف اي حاجه لقت انني نزيدها غادي نزيدها. المهم هانتوما معايا هذا الكاطو كان يعني ما مضروب ليش الحساب. غادي نقضيو باللي كاين وصافي يلا. المهم صافي دابا هاد القشده هادي راه كانت في الثلاجه من شحال هادي يعني بارده خاصها تكون باردة مزيان باش تطلع لنا مزيانة. المهم انا هنا عندي نص سيترو في هادي كنظن غادي نديرو كامل. يلا يلا صافي غادي نبدا التطراب ديال لاكريم حتى تطلع ونعاودو نرجعو. البنات كما كتشوفوا لا كريم ديالي ها هي صافي وجدات طلعت مزيان. دابا غادي ندوز باش نقسمها نخلي ديال الفينيسيون بوحدها وديال المونتاج بوحدها. المهم البنات فينالمون راه ما غاديش نقسمها حيت بانت ليا الكميه يلاه غادي تكفيني باش نعمر. غادي نعمرها ومن بعد غادي نعاود نطرب وحده اخرى باش ندير الفينيسيون. هنايا كما قلت لكم غادي ناخذ البسكوي ديال الاوريو غادي نحيد له هاد لاكريم اللي تتكون لداخل. صافي هنايا راه درت كاع ديك داك الحشوه ديال الاوريو والبسكوي راه ما غاديش يضيع. غادي نوريكم واش غادي ندير به من بعد. وهنايا غادي نزيد النكهه ديال النوغا.
وصافي بهكا غادي تكون عندي الكريمه ديال الحشو واجده نتلاقاو في المونتاج. المهم البنات من بعد ما قطعنا لا جينواز كما كتشوفوا هذا الشيء اللي غادي نحتاجه. المهم جبت واحد الديسك كان عندي كبير وقطعته على قياس نيشان ديال لا جينواز. غادي نحتاجوا لهذا البلاطو اللي كيدور الا ما كاينش يعني ماشي مشكل. هنايا غادي نسقيها فقط بالحليب بارد، ما غادي ندير لا سيرو لا حتى شي حاجه لان ما عزيزش عليا الكاطو يجي حلو بزاف بزاف. فصافي غادي نسقي غير بالحليب. اللي زوين في هذا الكريم ديالو لا الصراحه هو انه ما حلواش نهائيا، زوينه. مهم دابا غادي ندوزو كذلك المهم ها لا جينواز ها لا كريم ها باش غادي نسقيو. هنايا البسكوي ديال اوريو اللي شاط هاني طحنتو مزيان، غادي نوريكم شنو غادي ندير به. وهنايا لقيت مازال عندي شويه ديال الكراميل غادي نستعملو حتى هو. المهم خليكم معايا. المهم غادي نبداو المونتاج. اول حاجه غادي ندير الديسك، غادي ندير فيه شويه ديال لاكريم باش نثبت القطع ديال الجينواز باش ما تبقاش تزلق لي. صافي بحال هكا غادي نبداو بالطرف اللي كان هو اللي في الوجه هو اللي غادي نستعملو نردوه لتحت. صافي بحال هكا وغادي نجي نرشو بالحليب. صافي المهم البنات هنا سمحوا لي سحبني واش كان التليفون كيصور ساعه هو كان واقف. كما شفتوا راه درت الطبقه الاولى ديال الجينواز وسقيتها ودرت فوق منها لا كريم ودرت عليها هاد البسكوي اوريو اللي بقى طحنتو درتو من الفوق وزدت عليه لاصوص ديال الكراميل. عاد عاود تحطيت الطبقه الجوجه هي هادي فاش خدامه دابا حاليا. غادي نعاودها حتى هي بنفس الطريقه. فوالا غادي ندير الكراميل وما انا راه ما بقاش عندي بزاف راني غير كان مقضي وصافي. وصافي غادي ندوز ندير طبقه ثالثه بحال هكا وحتى هي بنفس الطريقه غادي نسقيها وندير فوق منها لا كريم وندير البسكوي والكراميل ونكمل هاكم. المهم حتى نكملهم كاملين ونعاود نرجع معكم. صافي المهم هنايا من بعد ما كملت الطبقات كاملين غادي ندوز هاد شويه ديال هاد الشيء ديال الكريم اللي بقى عندي غادي ندوز نملس به الكيكه كاملها ونشوف واش غادي تكون كافيه ولا نزيد نطرب شويه ديال الكريم باش ندير لا ديكوراسيون. المهم هانتوما معايا.
غادي نستمر بلا سباتول هي الاولى حتى نكمل، عاد غادي ندوز ندير الفينيسيون بهاد لا راكليت. هنا كما كتشوفوا راني غطيت الكيكه كامله. غادي ندوز دابا بهاد لا راكليت هذه ولا الملاسه، نملس الجناب كاملين باش تكون الفينيسيون هي هذيك. المهم البنات صراحه هذه هي اكثر حاجه هي اللي كتدي الوقت، هو هاد الفينيسيون، يعني كتخصي كل البال ديالك طويل. كما كتشوفوا راه صافي تغطات وتملسات مزيان. دابا هنايا هاد الفوق اللي كيبقاو هاد البليصات هكا طالعين كندوزو بهاد بهاد لا غاكليت، كنبداو ندوزو عليهم هكا كنردوهم لداخل وصافي. صافي المهم ها هي كما كتشوفوا، ها هو الشكل ديالها راه تملسات مزيان. خليكم معايا ندوزو لباقيات لا ديكو. دابا غادي ندوزو نديرو الديكو الفوقانيه. صراحه مازال ما عنديش واحد الفكره معينه. المهم غادي اليوم الكاطو برعايه اللي كاين، غادي ندوز عاود نشوف شنو كاين ونرجع. المهم البنات من بعد ما ملست الجناب والواجهه كلها مزيان كما كتشوفوا، رجعت باش ندير التزيين. بالنسبه للتزيين اختاريت انني ندير هذوك الدميعات اللي كيجيو هابطين من الجناب وريضات من هنا من الفوق. بالنسبه للدميعات فقلت غادي ندير بهاد لاباتا تارتيني ديال سبيكولوس، شديتها ودوبتها في الميكرون، غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي ندير بها هذوك الدميعات. بالنسبه للوريضات اللي غادي ندير من الفوق، خديت شويه ديال لاكريم ضربتها حتى رجعات شونتي، وزدت عليها جوج ديال المعالق من هاد لاباط اتارتيني باش عطاتني واحد اللوين هانتوما كتشوفوا بحال لابيج شويه، هو باش غادي نزوق من الفوق. المهم هانتوما معايا نكملوا بقيه المراحل. اي فوالا نبداو. فوالا كيف تشوفوا بحال هكا. وكتبقاو تدوروا البلاصه اللي شتوها مازال خاصها شويه نزيدوها. صافي غادي ندوز نكب في هذا الوسط كامل هذا الشيء اللي بقى. صافي المهم كما كتشوفوا هكا غادي ندوز دابا باش ندير الوريضات. هنايا راه خديت هاد القمع هذا اللي داير مسنن، غادي ندوز نجرب. صراحة قبل ما نجرب غادي نشوف شكل الوردة اللي بغيت نجربها في الطبسيل عاد نرجع. صافي غادي نبدا نبوشي الوريضات. فوالا كملت الفوق الوريضات. بالنسبه لهاد اوريو اللي شاط ليا غادي نديرو من التحت هكا باش ما يضيعش يتكال. المهم هنا لقيت هاد العقيقات عندي غادي نديرهم من الفوق.
المهم البنات، هذا هو الشكل ديالها من بعد ما حطيتها في هذا البلاطو هذا ديال التقديم. جا الشكل ديالها زويون، المنظر فن صراحة، عجبتني لأن سورتو أنني صوبتها في واحد الوقت اللي هو قصير. وواحد الحاجة، أنا البنات ديما كيعجبني نخدم تقريب بنفس اللوينات، ما عزيزش عليا ندير هكا هاد لي كيك بحال هكا ويكون فيهم دوك الألوان فاقعة، ما كيعجبنيش. ديما كنخدم بهاد الألوان يعني صوبغ، وصراحة راه جات شي حاجة اللي زويونة شيك هكا. المهم غادي نمشي نعمر واحد البريد ديال اتاي ونرجع. ايه فوالا البنات، انا حطيت الطبيله. المهم الحلوه ديالتنا ها هي كما شفتوا معايا. وهنا المهم حطيت الطبيله هكا شويه مقاده، نديروا الكوتي الطبيصلات المعلقات، هنا الكويسات مع السكر. هنايا البريريد اللي جبت من المغرب راني دايره فيه غير لي تيزان، ما بقى لياش النعناع، وصافي درنا غير لي تيزان هكا ديال هذيك اللويزه، وصافي غادي نشربوه كاس ديال اتاي مع الكاطو ونشوفوهم الراي ديالهم في الكاطو كيفاش جاهم. المهم انتم معايا. ضحى بيا لا صدق هاي قويه، جبت عمري يضحي لي خان بي، عافني وجاز دلالي بلذي. لا صدق هاي قوي، أول ما اجت فرصة على طار الفوق، عاف الشوق راح ويا الهوى العالي، لأن مني طلع مخنوق. صرت مالوك، صرت مالوك، إلى هنا وتنتهي عشرتكم المحلوة. ما ريت بعد أبد أبد، حبكم طلع ما يسوى، والعافني هو الخسر فضل علي سوى، والفوق فوق يظل ترى والجو يبقى جوا. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة، ما ظل بعد أبد أبد، كل من طلع ما يسوى، والعافني هو الخسار فضل علي سوى، والفوق فوق ظل ترى والجو يبقى جوا. إلى هنا وتنتهي عشرتكم المو حلوة، ما ظل بعد أبد أبد، كل من طلع ما يسوى، والعافني هو الخسار فاضل علي سوى، والفوق فوق ظل ترى والجو يبقى جوا. وإذا راح وش يصير، وإذا راح وش يصير، ليروح خلي يطير، أصلا حلو التغيير ما حد. المهم غادي ندوزو نشوفو آراء ديال لجنة التحكيم. ماما كي جا الكاطو مزال لا قطع الكيتين ما حلوش، مزال ما حلوة ما والو، بالصحة والراحة. أنيس كومو إلي الكاطو؟ سوبر بون. تيم بيان؟ وي. بالصحة بالصحة، شويش الزوج الكريم. ألوغ super bon, pas trop sucré, bien présenté, alors, super bon. Tu te régales? Ah ouais, franchement, je me régale, je prends une deuxième part après. Ah bah ça c'est sûr, deuxième part. Ouais. Bon, les bnat, on a fini la vidéo. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها على شلال. المهم الى عجبتكم ما تنساوش اللايكات اللايكات اللايكات، والمهم الى كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم والى الفيديو القادم.